هذا المجلس يمكن هو ضيف معكم دائم لكن أول مرة أواجه. مرحبا والله ومسهلا. يسلمك يا أبو عبد الحسن والسامعين. كفارة المجلس لا تتطرق لها أبدا، خذ راحتك في الباقي. الله يسلمك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم صل. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمت يا حي يا قيوم. حقيقة المشايخ ما قصروا، يعني أثروا الموضوع من ناحية آداب المجلس، لكن يعني تطرق بعض الأمور البسيطة. طبعا من آداب المجلس اللي تعودنا عليها من شبابنا، وهذا أن أولا يقدم في صدر المجلس والمجلس كبار السن وطلبة العلم الكبار والمشايخ، وتقديم القهوة لكبار السن. يا سلام. وأعطى دائما كبار السن الاحترام والتقدير، ومثل ما تفضل الأخوان، يعني الواحد إذا جاب يزور يختار الوقت المناسب، هذه مهم خاصة في الوقت الحاضر. ولا مثل ما تفضل أبو سعود، أول كان الناس يجون في الضحى ويجون الظهر ويجون بعد العصر، أي ما كان في مشكلة، لكن الوقت الآن تغير في كل شيء. يعني يجب الكل، وعندنا وسائل للصلاة تقدر تتصل على رفيقك وتقدر تختار الوقت المناسب. فكذلك يعني الإنسان يحاول أنه مثلا إذا عزم حتى ولو مناسبة عرس لا تجيب معك ناسخ، إذا لبد واحد نفرة ونفرين، إذا استحبت عيالك الإنسان حاول أنك يعني تخليهم يستفيدون من المجالس ويتأدبون. من أداب المجلس طال عمرك احترام الصغار للكبار، تقديم الكبار السن وتقديم الضيوف، خاصة في الضيوف إذا صار في ضيوف لهم يعني صدر المجلس مثل الشبان مثل طلبة العلم مثل المسؤولين الكبار. ومثل ما قال الأخوان برضه، إذا فيه إنسان متحدث يجب الإنصات له ويستمع عليه، عدم التفرق وهذا يتكلم ويتكلم. ثانيا بعد كذلك يا أخوان، بعض الناس إذا جاء في مجلس أسلم المجلس وبعد يسولف، والله إني جيت عدة مجلس يمكن نص ساعة وماسك المجلس. يا أخي هذه ملل، يخليك تمل الواحد المجلس، والله صحيح يا بركان. فأنت الإنسان حاول تستفيد. قصدك يا أبو خالد؟ إي نعم. اللي يطيل لا تطيل، جيب كلام مستفيد. والمشكلة بعد إنه يزعل. نعم. إذا العرب بدأوا يتفلتون وبدأوا يتكلمون، بعد أنت إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع. فأمر بالمستطاع. أسلم الخالد. دور طال عمرك يا أبو عبد الحسن، الكلام اللي يقول السهل الممتنع. يعني يا سلام. السهل الممتنع، أجيب كلام مفيد، شايف؟ يفيد المجلس ويفيدني، ولا أطيل. حتى يا أخي أعطي مجال، يمكن طال عمرك أنا أمسك المجلس وأقعد أسولف، يعني ممكن نستفيد بركة عندي سالفة زينة أو حديث بيجي أبو سعيد، لكن تطرق أنت الوقت ما استفدنا منه. يكون إنسان خفيف ظل. وسلامتكم. الله يسلم. الله يبيض وجهك. أنا بستأذن إخواني الكبار في ظاهرة صايرة ترى، بالذات في قاعات الأفراح، يمكن كل أبونا حنا نعاني من ذا الشيء. قاعات الأفراح بعض الأحيان إذا قدك أنت مضيف ومعزب